الفيديو اللي نزله أخي يعقوب مو في جوهر موضوع نقاشنا صباحاً، لكن هو في صميم مواضيع المدينة الفاضلة. لهذا السبب أوقفني ولازم أتكلم عنه. وتعليق السيدة الفاضلة فاتن في محله فيديو عميق، وأدعو الكل أن يعيد الاستماع ليه مرات ومرات. ليش؟ لكي توقف أحصنتك. أغلب الأشخاص اللي حوالي عايشين في سباق خيل، وما عنده خيل واحد بس راكبه، عنده 10 خيول، وكل مرة يتنطط من خيل الخيل، وكل ريس وسباق. زين أنت الحين لما راكب خيل، هل قادر تشوف اللي حواليك؟ هل قادر تستمتع بالطبيعة اللي حواليك؟ هل قاعد تعيش حياتك وتستغل حياتك وتستمتع بحياتك، ولا فقط هي سباق وسباق وسباق وسباق، وانت مهموم حاليا بتدريس عيالك، ومهموم بمشاغل الناس، ومهموم بما قالوا عنك، ومهموم بشغلك وتحديات أخرى، وكل كلام فاضي. والله كلام فاضي. أغلب السباقات اللي انت اليوم ماخذها في حياتك سباقات تافهة، وانت بروحك في يوم من الايام لما تصل الى مرحلة معينة راح تدرك ان كلها تافهة، وتتعارك مع هذا وزعلان من هذا وغضبان من هذا، وتبغي تشتري الارض ذيك وسوي منها مشكلة، وداخل في 20,000 متاهة وستريس، والمخ شغال على طول، وانت من حصان لحصان من حصان لحصان من سباق الى سباق، والحياة تمر، واحتمال قبل الوفاة بيوم ولا يومين ولا أسبوع تتوقف وتلتفت وراء وتسأل نفسك إيش فعلت في حياتي؟ هل كان يسوى؟ تهاوشت هذه، سويت الهواشة عشان عيالي وما أدري إيش، والمشاكل وواحد اشتكيت على جاري وعندي مشكلة مع زميلي. واي؟ ليش؟ ليش أصلا الريس أصلا؟ ليش حتى سباق خيل واحد؟ ليش؟ نسترخي، نوقف هالسباقات، تواصل ركوب على خيلك صح؟ إنما الخيل تمشي ببطء، وتستمتع بالهورس رايدينج، تستمتع بركوب خيلك وتلتفت أمامك ويسارك ووراك، وتستمتع بكل شيء حواليك، وتستمتع بلحظتك. وإلا الحياة ما لها داعي، ما لها فايدة، ما لها قيمة. بالتالي واحدة من أسرار سعادتنا، وأتذكر مرتين ثلاثة قلت معكم في المدينة الفاضلة، واحدة من أسرار السعادة كوني أتنفس. يكفيني أتنفس أنا على قيد الحياة، مش مهم ناقصة إيد، مش مهم ناقصة رجل. حتى البعض يقول لي الصحة، حتى الصحة ليست أهم شيء، لأن كل شيء نسبي. أهم شيء أن تكون على قيد الحياة، أهم شيء أن يكون لديك قدرة أن تتنفس، أهم شيء أن عندك خشمك تتنفس منه، وعندك رئتين تقبل النفس وفي أكسجين داخل. صدقوني والله هذه بروحها سبب كافي لسعادة بالغة بالغة. أنت اليوم كل مشاغلك كلها دوامة في الفاضي، كل سباقات في الفاضي، وانت تجري وراء أوهام. تعرفش تسوي في اللحظة هذه؟ استمع للرسالة الأولى، استمع لرسالتي، احتمال تفيدك. ووقف شوية، قلل شوية من النسق اللي انت فيه، وأوقف هالكم حصار اللي عندك راكبهم من واحد لواحد تتنطط عليهم، واسترخي واستمتع وعش حياتك طالما أنت على قيد الحياة.